المكان بقى المناسب. بأغنية من اللي بتغنوها في أفراحكم في اليوم الثالث بتعملوا حفلة، بتقولوا إيه بقى للعرب؟ والله بنغني على الرسول مع بعض بقى، يلا قولوا لمة لحبة على الرسول يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنغني أغاني بيا عشان نتبرك يعني الشيطان يهرب من البيت. طب إيه أشهر حاجة؟ قولوا بقى عشان نطلع بالأغنية دي ونقول لكم شكرا. زاد النبي وفرحنا قولوا معايا صلى الله عليه. يلا يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. أول ما نبدأ بسم الله الله الله، دي بن لما نحني العروسة نبتدي يعني دمعت ليه؟ دي جميل، كلهم بيدمعوا لما بيعملوا وحش التونس. ولما يكونوا في الحنة بنحني للعروسة فدي بنقولوها كل البنات كده. والبنات يعملوا طابة كمان في الزفة بتاعنا لكن طابة. بطريقة تانية يعني طريقة موسيقية. دي الزفة في دخلة العروسة يعني نقولوا زاد النبي وفرحنا. أيوة هي دي اللي كنا عايزينها، دي زاد النبي وفرحنا بي صلى الله عليه. قولوا معاها وكمان لمة لحبة وجات من كل قبيلة، يعني كما احنا لمة لحبة. لمة لحباب ايوه، لمة لحباب وجات من كل قبيله ايوه، بنية الاجواد مصدره للتعليله، خمسه وخميس مبارك هذه الليله. زغروطه بقى زغروطه. لا زغروطه زغروطه تونسي تونسي. يلا زغروطه تونسي ولا مصري؟ وبعدين العريس يغنوا له كل يا انا راني نسيت برضه. يا ديني محلاي عرسو بالعواده الله لا يقطع الوعاده، وان خاف علي خمسه واللي خميس لا الله بالعواده بالعواده هي الفرقه الموسيقيه يعني.